ليس غريب بأن تحتضن مدينة دالاس الأمريكية مهرجانا للأفلام العربية، لكن الملفت للنظر بأن تصل الأفلام العراقية إلى 9 أفلام. إذن هي ليلة عراقية بامتياز. بهذه المشاهد العراقية افتتح مهرجان الأفلام العربية دورته الثانية هذا العام في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث كانت كفة الأفلام العراقية هي الراجحة، وسجل العراق هذه المرة حضورا مميزا ب9 أفلام من أصل 22 فيلما عربيا. المهرجان ذاع صيته هذا العام وشهد إقبالا كثيفا فاق التوقعات بكثير. وشوف السطوح هذه وقصصها، لأن كل سطح فيه قصته. أمي تقول دائما أكو هواي قصص بهاي السطوح مثل قصتي. هو المهرجان هذه المهرجان الوحيد اللي بالمنطقة، مهرجان فيلم العربي، فمعهد دراسات الثقافات العربية والإسلامية المعاصرة في جامعة شمال تكساس هو اللي يمول وينتج هذا المهرجان، ومديرة المهرجان هي منتجة، يعني هي فيلم ميكر نفسها تسوي أفلام، فالأفلام هذه هي موجهة مفتوحة للجالية العربية والجالية الأمريكية بصورة عامة. وهالسنة التركيز صار على الفيلم العراقي. صراحة أنا كلش جدا سعيد لأنه فيلمي يشارك هذا المهرجان، وأهم من هذا شغلة في ولاية تكساس، يعني ماكو يعني اشتراك بالجالية العراقية أو العربية بالسينما، فهاي المهرجان ثاني سنة سووه العام الأول مرة، وكان يعني كلش ناجح بالجالية العربية، بس ما كان عندهم أفلام عراقية. فسمعت عن المهرجان وقدمت فيلمي، إنه فيلم قصير اسمه مهدي، على أطفال عراقيين بالعراق. أجل كارك يمنى. هذا جلكانك، تبارك على نفسك. بعد هذا جلكانك مرة ثانية. الأفلام العراقية المشاركة في المهرجان تصدرت المشهد ونالت بما تحمله من معاناة وواقعية إعجاب أغلب الحاضرين. I was really taken aback by the audience. The audience. تفاعل الجمهور كان قوي، والأسئلة يعني في النهاية كانت رائعة، وحتى الجمهور يعني بقى، وهذا ربما لا نجده في حتى الدول الأوروبية، لأنه أخير فقرة السؤال والجواب كثير من الناس يرحلون ويتركون المسرح. يعني السينما العالمية تهتم بالموسيقى والديكورات الضخمة وصرف الملايين. البارحة الفيلم ببساطة شد الناس بشكل غريب يعني، وحتى أكو بعض الناس أنا شفتهم يعني حقيقي يعني الدموع تنهمر من عيونهم بسبب يعني هذا الالتحام بموضوعة الفيلم. المهرجان حبيته كتير، كتير حلو كان، والأفلام أفكارهم، الأفلام اللي شفتهم اليوم مبارح أفكارهم كتير مهمة. تنظيم نوعي وجهد عربي خالص غمر الأجواء الغربية هنا، عكس مدى احترافية المخرجين العرب للإعداد لأفلامهم التي حاكت الواقع العربي بكل تفاصيله. من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية لبرنامج مرافق، نشوان هاشم، العراقية الثانية.